عندها 4 سنين راهي هكا تعاني مسكينه، كل يوم كي تجي عندي تقول لي ان شاء الله ربي شافيني، ان شاء الله ربي شافيني ونكبر نولي كيما ذراري. هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خوتنا اللي راهم في الغرباء، نحييكم كاع ونرحبوا بكم في حصتكم حصة ناس الشعبية. رايحين نزوروا بلاد الشيخ محمد بالخياطي، ونحيوا الأستاذ عبد الحميد بالخوجة، ونتمتعوا بالأطلال الباكية على ناس الحكمة والقصيرية اللي صورها قصار برحيل الفنان نور الدين شيون، ونتذكروا الشيخ المقراني يا ربي يرحمه، وصوت الزعيم الشيخ عز الدين والشيخ جمال مغاري يا ربي يرحمهم. القدس 4239 كيلومتر. Yes, yes, here in America. ناقصة في السينيسمو، ناقصة في الطريق، ناقصة في الكريراج، ناقصة في البوطاوات، ناقصة في السكن الريفي. ويصنعوا لنا مصلى بحنا يا ذراري صغار نروحوا الفوق نتلاخروا نتعلموا مع الشيخ تاعنا وكاع. ويصنعوا لنا ستاد نتعلموا فيه الرياضة نلعبوا وكاع. ما تستغربوش إلى حطيت الصورة تاع الإمام الداعية الدكتور بالخير طاهر الإدريسي وصورة الفنان عبد الرحمن الربعي. أرفعنا شكوى رسمية ضد كل من له علاقة بهذه المداولة، سواء من تصرفه أو من له سلطة التصرف أو إلغاء هذه المداولة، أرفعنا ضده شكوى من أجل جناية تبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفة، تكوين جمعية إشار أمام السيد النائب العام لدى المحكمة العليا. طلبوا منهم يسوون الوضعية هذه الطريق ويديروا لنا غير الضواو وغير لبغات كل 12 متر يدير لك بوطو. البخاخات طلبوا البخاخات. باباست افروكي نيكستاي شواي اي بيسلي. هيا دروك خزروا كاع في الوالي وقول له خاصنا ستاد. ما عندكش طريق. راك زحفان. ما عندكش لاسينيسمو. ما كاينش الإنارة العمومية. أرواح تحت البخاخة. راه التزوير، راه التعدي على المال العام، راه بمعنى أنه لم يبحثوا في الولاية تاع شلف، راح يسبوا أمور. عليهم أولا تصدير كلاب المخزن التي التهمت الكثير من أموال الشعب المغربي إلى السجن. ما نقول والو، ما نقول والو خوضنا، ما نقول والو. ماشي ناس الشعبية، ناس الشعبية، أكد لي عليها.